Oh my god. هاي يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كتير منيح. انتم عم تحضروا فيديو اليوم، اذا كنتوا جديد على القناة انا اسمي سارة. مرحبا. الفيديو اليوم رح يكون مشترياتي للخريف والشتاء من موقع شيئين. جايز اشتريت كل شيء بقدر اشتريه تحت $10. سو المشتريات اليوم رح يكونوا كتير افوردبل، كتير متوفرين لكل العالم، وبدنا نشوف بالفيديو اذا هول المشتريات النوعية تبعهم منيحة، الالوان صحيحة، السايز رح يزبط علي او ما رح يزبط علي. سو اذا حبيتوا الفكرة keep on watching، بس قبل اكيد ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، شير مع رفقاتكم، وتعملوا سبسكرايب على الشانل تبعي. Let's go! Guys بس بدي فرجيكم البوكس. اوكي انا فتحتها لانه اوريدي لبست قطعة منها وكتير حبيتها. anyway خليني فرجيكم بس البوكس. Oh my god البوكس كتير تقيلة ومليانة مليانة، يعني نخرات طالعين منها مش قادرة اسكرها. هالقد جايبة تيب انا اليوم. تعبوا ايدي قد ما البوكس كبيرة. قبل ما نبلش بالتيب بدي اخبركم كل القطع رح يكونوا مكتوبين بالدسكربشن بوكس، ولا ما عندي ديسكاونت كود لشيئين بما انه الكل بيقدر يسالني، انا دافع سعر كل شيء جايبته من شيئين، سو اتس نوت سبونسرد. ننتقل للتيب. اول قطعه انا كنت حاطه عيني عليها وكنت كثير حبتها هي هيدي التوب اللي لبستها انا هلا، مكتوب عليها feelings يعني مشاعر. التوب كتير حلوة بتجنن، أنا كتير حبتها. اللون تبعها كتير خريفة، كتير حلو، كتير حسيته هيك لابق على لون بشرتي، مع أنه أنا بالعادة ما بحب الألوان الفاتحة، بس I love it. وتاني شغلة كتير حبتها هي أنه الكمام طوال، ما بحب أنه الكمام يكونوا لهون، اوقات بحبون اوقات بفضل على طول انه الكمام يكونوا اطول، بحسهم هيك كيوت اكتر مهضومين اكتر. هيدي التوب جايز بتعقد. خلينا اتاكد قديه سعرها لانه بتذكر انه سعرها كتير رخيص. اوكي جايز سعر هيدي التوب $8، كتير كتير يعني نسبة للكواليتي اللي انا عم بحكيكن عنها كتير منيحة. ستريتش سو انا جايبتها ميديم، بس هي لايك سوبر ستريتش. انا كتير توقعت انه ميديم تجي ضيقه علي من الايدين او من الصدر، بس اتس بيرفكت، كتير حبتها، كتير رح تشوفوني لابستها بالايام الجايه. ننتقل لتاني قطعه. انا صراحه ناسيه شو طالبه كومبليتلي، بس كانه هيدا شال للشتا. هلا اتذكرت، خلينا نشوفه. الملمس تبعه وكتير كبير. انا كتير بحب الشالات اللي بيبقوا كتير كبار مش هيك قصار، كتير حلو. وشوفوا الالوان تبعه شو حلوه، الوانه كتير حلوه. فينا نحطه على فكره بهالطريقه. اوه لاف ات، شوفوا I love it. I so love it. هيدا نشوف قد سعره. جايز الشال سعره $6.25. I love it. الكواليتي تبعه كتير 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 حلوة، يعني بأكد لكم انه الكواليتي كتير منيحة نسبة للسعر. $6 ولا شيء لكواليتي على هيك شال. اوكي خلينا نكفي لهلا. كتير مبسوطة يعني حتى بيلبق على التيشيرت، let's say مثلا لابسة جاكيت جينز فوقها كمان تطلع كتير حلوة. مش عم بتذكر شو طالبة. اوكي جايز هيدا الليجينج للسبار، انتو بتعرفوا انه انا كتير بعمل سبار، ما كنت عارفة انه عليه هيدي AMI ميديا، بس جايز شوفوا قديه بشد، كتير قوي وكتير حلو. القماشة تبعه تجي سميكة، وهذا اللي بحبه انا بالليجينج انه بحب يضب جسمي، بحب اني احس حالي سبورتد، بحس حالي اني امنه،
سو ما بحب الليجينز اللي بيبقوا كتير شفافين وبيبقوا كتير مشطون بتبين حيلا سلوليت موجوده بالاجر. ابدا ما بحبها. بحب هيدا النوع من الليجينز. خليني اشوف قد ايه سعره. اوكي جايز، هيدا الليجينج سعره $10 على الأد. خلينا ندرس الليجينج جايز. انا كتير حبيته، القماشه تبعه سميكه which is really good. الخصر تبعه عالي، وهذا الشيء كمان انا كتير بحبه انه الخصر يكون عالي جاي على قد على الأد، ومن ورا مبين كتير حلو، عطيني فورم حلو. So overall كتير حلو. في شغلة بس وحدة أنا ما حبيتها، ما قادرة ما أحكي عنها، هي هذا الشيء المكتوب هون. كنت بفضل إنه ما يكون مكتوب. هلا عندي شغلة في أعملها، هي بكل بساطة في أخذ قلم فيرج بيرمننت ولونها أسود، بتبطل تبين. بس overall I love it. أوكي أنا بتذكرها كتير منيح لهيدا التيشيرت. خليني افرجيكم اياها. نايس، قماشتهم نفس القماشه وانا كثير حبيت اوريدي هيدي القماشه. سو هيدي هي التي شيرت، مكتوب عليها انجلز بيبي، واللون تبعها كثير مهضوم، بتجي شوي كروب توب يعني منها كثير طويله، بس الكمام تبعها كمان طوال. هيدي شوفوا الكمام تبعها بيجي لها فتحه للاصبع الكبير. سو هلا بس قيسها بفرجيكم كيف تنعمل. انا كثير بحب هيدا اللوك كمان، يعني بضل الكم هيك بس الاصبع بيبقى طالع من هون، سو بيجي احلى بعد. كثير مهضومه. هلا اللي شايفته انا انه هي كثير ستريتشينج، بس نعمل لها ستريتش شوفوا الاحرف شو بيصير فيها. لاحظتوا اللون تبعها بصير كتير هيك فاتح. خلينا نقيسها، خلينا نشوف. انا جايبة ميديم، سو خلينا نشوف كيف رح تطلع على الجسم. خلينا نشوف شو سعره. سو سعره لهيدا التي شيرت $8. جايز هيدي هي التي شيرت. انا صراحة خيفانة انه الاحرف تبين غلط، لانه اذا عملناها لها ستريتش اكتر رح تبين مش هالقد سودا. بس I love it، كتير حبيتها، كتير هيك بحسوها باربي ثيم، كأنه هيك لوك باربي. الكمام تبعها بفوتوا بقلب الاصبع، يعني اصبعي الكبير فايت بقلب الكم، هيدا قصدي. سو بتبين هيك على الايدين، كتير كتير مهضومة. القماشة تبعها كتير عم بحب هيدا النوع من القماشات، كتير حسيته ضابب على جسمي بطريقة حلوة، مش ضابط بطريقة انه انفصل لجسمي، فهمتوا علي؟ ضابطني بطريقة مرتبة. So I love it. هيدا جايز شيل تاني غير لون. انا كتير بحب الشالات، وعلى فكرة جبت شالين لانه فكرت انه حماتي كتير بتحب الشالات، سو جبت لها شال كادو. هلا بنشوف اي واحد رح اعطيها. دايما بس روح لعندها وببرود دغري بتقلي بدك شال بدك شال، الا ايه اوكي، وهي بتحب هول الشالات الكبار. سو واو واو كتير حلو الشال. او ماي جاد، هيدا اكيد رح اعطيه لحماتك. واو كتير حلو، شوفوا جايز كتير كتير. واو القماشة تبعه شو حلوة، كتير حلو. عم فكر اعطيها هيدا الشيء لحماتي لانه بعتقد انها رح تحبه. فيه لون رمادي وهي كتير بتحب اللون الرمادي، فيه هذا الزهر الفاتح كتير يعني بحسه إلها. خلينا نتأكد قديه سعره. سعره $7.50، بس انا بالنسبة لإلي بيستاهل سعر اكتر بكتير، بيستاهل 5 نجوم يعني. واو واو القماشة تبعه شو حلوة، وهيك بتحسوها كوزي وبتدفى، كتير حبيته. رح ارجع احطه بالكيس تبعه بما انه هذا رايح كادو. جايز فتحت لهالتيشيرت خبرتكم عنه وانتبهت انه الكاميرا ما عم تصور. anyway خليني اخبركم عنها. هيدي التيشيرت اشتريتها وعندي كان شكوك حولها، بس اول ما فتحتها وشفت اللون تبعها
جايز اللون كتير كتير حلو. اول شيء بتجي كلها سوا مسكره، منا كروب توب، بتجي طويله، بيجوا الكمان تبعها كمان طوال، بتجي جلد ستريتش، هذا الحلو فيه، انا كتير بحب الجلد الستريتش. وبتجي القبه تبعها مثل ما شايفين بتجي طويله، وبعد في عندها ديتيل واحد هو من ورا بيجي لها زرار بنبخلوها و هيك بتطلع من ورا. هلا انا هول الزرار ما كتير بفضلهم لانه بس البسها بستصعب كتير اني بكلهم، بصير بدي حدا يساعدني فيهم. بس غير هيك انا كتير حبتها سميكه على فكره. خليني افرجيكم من جوا، شايفين القماشه تبعها من جوا لايك سميكه سميكه نو ويت ليلي. سو خلينا نجربها سوا. جايز شو هيدا، مش قادرة احرك ايدي، شوفوا الايد كيف بارم الكم، كتير صعبة انها تنلبس، ساعدني جوزي اني البسها، كتير صعبة انها تنلبس، كتير مشوبة فيها، نزعتلي شعراتي، وشوفوا شوفوا او ماي جاد، مش قادرة اتحرك فيها، يعني حتى ولو جبتها لارج كانت رح تطلع كتير ثقيلة اللبس. يعني هيدي بتنلبس على تصوير وبتنشرح دغري. ما بعرف اذا رح اقدر البسها، بركي بس اضعف كتير ممكن تنلبس معي بشي طريقه، بس يعني هي ستيله لاتكس انها تجي على قد الجسم اوكي فاين، بس كتير صعبه تنلبس، كتير صعبه تنلبس. اوكي اوكي هيدي تي شيرت جايز، انا كتير بحب التيشيرتس اللي بيجي عليهم الزمزم لانه بحسهم بخبوا الشوائب الموجوده بجسمي صراحه. فهي التيشيرت بتجي هيك اوكي، عليها مزمزمه من النص، والكمام تبعها شفافين، واحلى شيء بيجي فيها انه بادي. انا كتير بحب كل شيء بادي لانه بحسسني انه ام سيف، بحسسني بامان اذا كنت لابسه جينز، اذا وقفت عم باخذ شغلي عن الارض، اذا عم بتحرك بتاكد انه ما في شيء حيبين. بموت بالبادي، كثير بحب البادي، يعني بس كون لابسه بادي بحس بثقه بالنفس اكثر من اني اكون لابسه حيلا تي شيرت ثاني صراحه. سو هيدي هي القماشه تبعها من القماشات اللي انا بحبهم. هلا ملاحظين شوي بتلالي شوي بتلالي، سو خلينا نقيسها، اكيد بدنا نلبس تحتها يعني براب لتكون سوداء بالنهايه، بس خلينا نقيسها ونشوف كيف رح تطلع علينا. كثير كثير مريحه هيدي التي شيرت، اول شيء فيكم تزموها من هون قد ما بدكم، ومثل ما قلت لكم هي بادي، سو واصل الزم لتحت الذكره، اذا لابسين بنطلون جاي لو ويست او تاي باس بتقدروا كمان يعني بتبين مزمومه لتحت وما بتبين مقطوشه which is really good. واذا لابسين فوقها شي هاي ويست كمان كثير حلوه سوبر مريحه، يعني ما عندي شيء قوله عنها غير انه كثير مريحه كثير حلوه مع القد، ما فيها ولا غلطه، ما عندي ولا اي شيء قوله عن هيدا البادي. I love it، رح اجيب منها كل الالوان. ننتقل لهيدي السكيرت، هيدي التنورة بتذكر منيح انه جبتها لانه كثير تفاجأت بسعرها. هيدي هي التنورة جايز، التنورة بتجي جلد، بيجي لها فتحة من قدام على الفخذ من هون، وبعتقد كمان من هون، لا فتحة وحدة بس على ميلة وحدة، وهيدا هو الجلد تبعها، بيجي لها سحابة انفيزيبل من ورا، يعني شفافة سحابة ما بتبين وكتير حلوة. خلينا نتأكد من السايز، اوكي جايبتها انا ميديوم، جريت انه جايبتها ميديوم لانه بعتقد انه لو جبتها لارج كانت رح تطلع كتير كبيرة علي، انا كان سايز تبعي لارج، هلا عم بصير ميديوم شوي شوي، هوبفلي يعني ان شاء الله يصير سمول قريبا. anyway هيدي هي التنورة، so خلينا نقيسها. التنورة كتير حلوة بس كتير ضايقة مش قادرة اتنفس فيها، بدي اضعف بعد صراحة تقلبس هيدي التنورة لأنه ليكون فتحة، يعني الفتحة مفروض تبين بشكل طبيعي مش هالقد مفتوحة، so بدها شوية ضعف.
لتزبط، بس غير هيك يعني شي 2-3 كيلو بيمشي حالها، بصير اقدر البسها بلبسها مع كل لون اسود بتطلع كتير حلوة. هي كتير كتير مهضومة، الكواليتي تبعها كتير حلوة، يعني عم تاخد وتعطي معي، بس بدها شي 3 كيلو بيمشي حالها. اوكي خلينا نشوف شو هيدا. بنبسط بس افتح اغراض انا شريتها بس ناسيه شو هي، بحس حالي عم بهدي كادو لنفسي. اوكي شوفوا هيدا التي شيرت. اول شيء هيدي القماشه، هيدي القماشه انا كثير كثير بحبها لانه سميكه سميكه وبالضبط. هالقماشة انا كتير بحبها، بتجي كروب توب مثل ما شايفين، انا بحب الكروب توب خصوصا انه انا قصيرة، فالكروب توب ما بتطلع كتير كروب توب علي، بتطلع على التيشيرت عادية، والكمام تبعها طوال وكمان نفس الشيء بيجي لهم فتحة من هون نقدر نفوت اصبعنا فيهم، كتير حبيتها وبيجي لها فتحة من هون. مشيتها خرج سبار، خرج كأنه للجيم، خليني اتأكد اذا هي للجيم ولا مش للجيم. اوكي هيدي التيشيرت للجيم، ما كنت عارفة سعرها $9، كتير حبيتها. صراحة بتنلبس مع جينز يعني ما ضروري تكون بس للجيم، كتير كتير حبيتها. خلينا نقيسها سوا. جايز هيدي هي التيشيرت او التوب تبع السبور، كتير حبيتها، كروب توب بس كتير زابطة مع الليجينج، الايدين مثل ما انا بحبهم بيرفكت، القماشة سميكة منا رقيقة كأنه القماشة تبع المايو، عرفتوا هاي السميكة بتحسسكم انه يور سبورتد، وهذا شكلها من ورا، من ورا كتير عادية. I love it. الفتحة تبع الصدر منا كتير مفتوحة، بس عطيتها مثل حركة انه مش بس تيشيرت سودا كلها سوا، مع انه لو كانت تيشيرت سودا كلها سوا رح حبها نفس الشيء صدقوني. فهيدي هيدي شكلها توب تاني، وشوفوا اللون. اوكي هيدي هي التوب، تجي توب عادية قماشتها رقيقة، هذا اللي ملاحظته حتى ليكم تلالي، القماشة رقيقة مش مثل هيدي القماشة، هيدي القماشة سميكة وما بتلالي على فكرة، بس هيدي القماشة رقيقة خارج الخريف أكثر من الشتاء، لأنه إذا بدنا نلبسها بالشتاء أكيد بدنا نلبس شي تحتها وشي فوقها لأنه رح نبرد. الكمام طبعا مبينين إنه طوال وفيها هيدي الحركة من عن الجنب، نقدر نزمزمها من الجنب شكلها كتير مهضومة. وسعر هيدي التي شيرت جايز قد ما طالبة غراض، يعني بدي اقعد نبش لشوف شو سعرها وشو هي. سعر هيدي التي شيرت $7، كتير سمبل. برجع بعيد في إلها مثل زمزمة من هون، هيدي زمزمة كتير حلوة عطيتها حركة، بس الزمزم هون ما بيتعدل لأنه هيدا الشريط المحطوط هون محطوط منظر، يعني ما بقدر خفف الزمزم او 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 شده، هيدا جوست بس تاخدوه وتربطوه بهالطريقه منظر. هي مزمزمه منها لحالها ما بتتعدل، بس كطول طولها كثير مناسب، فينا نلبس لها جينز بلا ما يعني ما نكرهتها، عرفتوا؟ وهيدي هي اتس سمبل، بتنلبس على كثير اشياء، بعتقد الشيء اللي جبته لإلي بيطلع كثير حلو عليها. And that's it. شو جايز شو جبت؟ هذا شيء كتير كيوت. هول شابو جايز. جبت لونين، هن بيجوا لونين. خليني افرجيكم اياهم. كتير كيوت. كتير كيوت كتير كيوت. نزعوا لي شعراتي. والحلو فيهم انه في بقلبهم هيدا الخيط. فيكم مثلا حسيتوها كبيرة بتقدروا تشدوها. كتير حبيتها كتير كتير حبيتها، كتير حلوة، ولو بدي انزع شعري بدي اجربها ارجع مرة ثانية. خلينا نكفي شكلها هيدي تي شيرت، خلينا نشوفها. اوكي هيدي لايك توب
عادية جدا، لونها كتير حلو، لونها بيجي شو بقولوا له هيدا اللون زيتي. اوكي لون زيتي، والكريم تبعها اكيد طوال مثل ما انا بحب، لايك كتير سيمبل. هيدا نشوف قديش سعره، بتوقع انه سعره يكون رخيص لانه اتس اوريدي سيمبل. $6 اوكي حسب الصوره كروب توب كروب توب يعني. سو خلينا نجرب. هيدي هي التوب جايز، قديه سيمبل بس قديه انا كتير حبتها. لو تصوروا مثلا حاطه نكلس او عقد ذهبي بيبقى كبير معها بتطلع كتير حلوه، مع ليجينج او في البس معها لايك سكيرت تنوره قصيره جاكيت جلد بتطلع كتير حلوه، فيكم تنسقوا لها كتير كتير تنسيقات معها. وهذا اللي بحبه بالاشياء السيمبل، بحب الاشياء هيك اللي بقدر البسها كذا مره على كذا اوتفيت بلا ما يبين اني عم عيد نفس التيب كذا مره. سو اي لاف ات، اي لاف ات، كثير رخيصه. صحيح انه هي كروب توب بس اذا عليت ايدي لفوق بعدها منيحه. هلا للناس اللي طوال بعتقد انه رح تطلع كثير قصيره عليكم، سو بدكم تنتبهوا. انا طولي 1.53 وطالعة هيك علي، أنا حدا كتير قصير، سو بدكم تنتبهوا بس من طول التوب. بس overall it's perfect، كتير حبيتها. اوه في شي عم بضوي هون، شايفين اللون قدي قوي؟ واو اللون guys كتير كتير قوي، مكتوب هون no thanks. خلينا نعمل stretch تنشوف إذا اوكي شايفين ما بتعمل ستريتش نو ثانكس، سو هيك شيء كثير منيح و اتس سمبل لايك لونها كثير كثير قوي. بس على فكره اللون اللي شايفينه على الشاشه هلا جاي شوي على موف، بس هي لونها بينك نيون، بينك اللي كثير بيضوي. كثير حبيتها كثير حبيتها، كثير سمبل بس بنفس الوقت اللون تبعها كتير قوي. خلينا نشوف قديش سعرها. اوكي سعرها $7. واو جايز واو، كتير مبسوطة انه بين اللون تبعها هلا على الكاميرا، معني مش كتير ايش عاوز حسها كأنه اللون مبين هو. كتير حبة اللون، كتير حبيت اللون. النو ثانكس طالعة مهضومة مش طالعة كتير كبيرة او كتير صغيرة، اتس فاين. كتير سيمبل و لايك هيدي هي بتلبس مع جينز مع سكيرت مع بانتس اسود مع بوت، بتطلع كتير حلوة على كتير اشياء. سو كتير حبيتها كتير حبيتها يعني لهلا. في بس كم شغلة مش ظابطة من التير، بس اوفر اول ظابطين. اوكي عندنا هيدا البرودكت منه شال، على فكره ملاحظين الالوان كثير هيك شتا وخريف، كثير دارجين هول الالوان حاليا، الالوان الترابيه بالتياب كثير دارجه. خلينا نشوف شو هيدا. او نايس شفتوا شو هيدي؟ هيدي التوب بيجي الصدر تبعها هيك شوي نازل، والقماشه تبعها كثير حلوه. رح اقرب لكم ان شاء الله تقدروا شوفوا القماشة، القماشة كتير حلوة كتير بتدفي، بس شكلها بتليلة، شكلها شفافة شوي، وعلى الأكيد يعني رح ألبس تحتها شي. سو خلينا نقيسها. سعر التوب هيدي $9. This is my favorite، هيدي المفضلة عندي لهلا. كتير حبيت القماشة، القماشة كتير كوزي كتير بتدفي، مع انه فكرتها انها رح تلالي بس مانا شفافة ما بتلالي. الحركة تبع القبة عطيتها ستايل كتير مهضوم، كتير بيلبق لها اذا حطينا لها نكلس على الرقبة يكون شوي كبير، خصوصا مع القبة تبعها بتطلع كتير حلوة. من ورا كتير سمبل ومن قدام في هيدا الحركة. القماشة تبعها اكيد مثل ما شفتوها يعني فيها تكستشر منا عادية، لون كمان كتير حلو، لون البيج الحلو. اوكي سو ياي
اوكي في عنا هيدا الشيء انا ناسي شو هو. اوكي هاي تنوره جايز، هيدي سكيرت، هيدي تنوره، بس واو ما كنت متوقعه انه قماشتها هالقد رقيقه. خليني افرجيكم، شوفوا الصوره ولاحظوا قد ايه القماشه مبينه جامده، او انا هيك مفكره. اوكي على الصوره مبينه القماشه جامده اكثر، فتوقعت انه تكون القماشه، عرفتوا هيدي القماشه السميكه اللي خرج الشتاء. هيدي القماشه كثير رقيقه، لايك سوبر رقيقه، بس النقشه كثير خرج الشتاء. هيدي التنوره جايز انا كثير حبيتها، كثير حبيتهم صراحه، حتى جون بول قال لي كثير مهضومين. الفتحه حلوه، الطول تبع الفتحه حلو كمان، منه كثير عالي ومنه كثير واطي على القد. انا ممكن بس بدي البسها، ممكن البسهم مع بعض اول شيء لانه كثير حلوين مع بعض. والتنوره بيزكلي رح البسها كلهم اسود. اول شيء الفتحه ما مبين هالقد سكن، ما مبين هالقد مبين جلد اول شيء. ثاني شيء انا بجيب الكولان يلي هو بدب هيدي المنطقه، فهيدي المنطقه بتبطل عمل هيدي البوم، بتصير املس وبتصير احلى، يعني بصير حاسه حالي مضبوبه اكثر، which is better. وهيدي التنوره كثير حبيتها، ما توقعت اني رح احبها. اوكي هلا اتذكرت شو هيدي. هيدي جايز قميص عادي هي، بس كثير متفاجئة انه البراند تبعها منا شي ان، عرفتوا بالعادة بتجي بكيس شي ان وبيكون عليها من هون شي ان على على القميص مدروزة عليها، هيدي مو مكتوب عليها شي ان. لا الكواليتي تبعها حلوة، الكواليتي تبعها حلوة، منا هلا على الأكيد انه منا قطن، على الأكيد انه بوليستر يعني. هيدي جبتها بدي البس شي فوقها هلا، بس يبين معي الشي الثاني اللي بدي البسه فوقها، ما رح البسها هيك سوداء بيضة لحالها، بقيسها وبفرجيكم كيف رح تبين. خلينا اقلكم قد ايه سعرها. اوكي سعرها 9 دولار اوكي، وبتجي 1 سايز، ما فيها سايزات هيدي، بتجي 1 سايز. صراحة 1 سايز ما بعرف اذا فكرة ال 1 سايز لها منيحة، ما بعرف اذا رح تزبط على كل العالم، بس ما بصدق انه بعد في غراض، بعد ما خلصوا الغراض اللي جايبتها. خلينا نشوف شو هيدي. هيدي جاكيت للسبورت سعرها 9 دولار، خلينا نشوفها. نايس بليف ان ذا فيوتشر مكتوب عليها هون على الجنب، وثقوا بالفيوتشر بالمستقبل. وهيدي هي بيجي كروب توب، وبيجي كمامه كثير طوال، ما لها فتحه بالكمام، لها فتحه لكوين الفتحه، باغلبيه التياب السبور عم بيجي في فتحه على الكمام، which is so nice. بتجي من هون سحابه بتنفتح على الاخر وبترجع بتتسكر. سو هيدي هي، خلينا نشوفها. هيدي تاني تي شيرت للسبور. اول شي حسيتها واسعة، الكمام تبعها واسعين من تحت وكتير طوال، منهم جايين ضايقين، سو حتى هي كلها سوا حسيتها كأنه واسعة. بيزبط اذا جبتها بسايز اصغر، رح اكتب لكم هلا السايز تبعها لانه ناسيه شو السايز تبعها. وفينا كمان نلبسها مفتوحه، اكيد بنكون لابسين شيء تحتها، بس انا لابسها هيدي السوداء تحتها، فينا نلبسها كمان بهالطريقه. كثير مهضومين مع بعض، اكيد كثير لابقين لبعض. سو ذاتس ات، بلشنا نخلص بالغراض، بلشنا نوصل لمطرح انه اوكي بلشوا يخلصوا، بلش ينزل المستوى تبع الصندوق. هيدا فستان جايز، لاحظوا كيف بيجي مزمزم من النص. اوكي انا كنت متوقعه انه الزمزمه تبعه نحن بنقدر نتحكم فيها، بس لا ما بنقدر نتحكم فيها، هيدا هو بيجي هيك خالص. سمبو كتير 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 عادي، فستان اسود
مزمزم منه كتير قصير. خلينا نشوف على الموديل قد ايه طوله، بس انا بالنسبه لإلي علي ما رح يكون كتير قصير. هيدا الفستان جايز ما توقعت اني احبه، بعتقد اني عم حب التيب علي لانه ضعفانه. anyway بيجي مزمزم من النص مثل ما قلت لكم، والزمزم بالنص كتير بخبي شوائب، كتير بخبي عيوب، كتير مهضوم. الطول تبعه كتير حبيته لانه ما توقعت يطلع تحت فوق الركبه، توقعته يكون اطول بس ما بين اطول، which is really good، كتير منيح. سو هيدا هو على منطقة الصدر. اكيد لازم استعمله البرا تكون لونها اسود او تكون strapless يعني بلا الستراپس. سو منطقة الصدر كمان كتير حلوة، عطيني فورم بهيدي المنطقة، عطيني curves، بدفي القماشة تبعه قطن which is really good، بدفي. سو هيدا هو and I love it. تذكروا بس قلت لكم انه في قميص بيضة، في شيء تاني بدي البسه فوقه. تارو! كتير دارج انه نلبس فيست وتحتها قميص بيضة. خليني افرجيكم الفيست. هيدي هي بتجي كروب توب فيست، كتير كتير لايك سيمبل، بس بنفس الوقت اذا لبسنا تحتها قميص بيضة بتطلع كتير 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 حلوة. سعرها لهيدي الفيست 4 دولار، 4 دولار فقط لا غير. نعم. جوزي قال لي عم تبيعي خضرة انت. بيب. سو هيدي هي التوب، رح اقيسها مع القميص البيضة. جايز هيدي هي القميص، انا كتير حبيت القميص. لازم تلبسه تحت اكيد البرا تكون بيضة، او بكل بساطة تلبسه بروتيل تجي بيضة تحتها لأنه ممكن تلاقي شوي، بس كتير حبيت كيف مغطيت لي الجزء السفلي من رجلي، كتير حبيتها. فينا نلبسها هيك بكل بساطة، أو فيني ألبسها مع هيدي الفيست. صراحة الفيست بتحمل إذا سايز أكبر بما إنه هيدي أوفر سايز، بس أنا كتير حبيتها. هلا جوزي شوي he was confused، شوي ما فهم شو الحيلة، شو الفكرة من الموضوع. it's fashion guys، it's fashion، ما ضروري يكون في ما ضروري يكون في سبب كرمال نحط two outfits فوق بعض. anyway that's it. فيكم تلبسوها مع جينز، فيكم تلبسوها مع ليجينج اسود، بكل الحالات مهضومة، شيء غير، شيء different. كمان كتير بنبقى لها اذا حطينا لها بوند على الراس نطلع من هيدا الستايل، كوريان ستايل تقريبا. So that's it. So guys وصلنا لاخر الفيديو، انا كتير انبسطت بالفيديو اليوم، في عندي كتير اشياء رح البسها بالشتاء. اذا حبيتوا هيدا النوع من الفيديو بليز اكتبوا لي بالكومنت، هيك بصير صور اكثر منهم. وما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، تعملوا شير مع رفقاتكم تهني كمان يستفيدوا، هيك بتكونوا عم تدعموني. واكيد تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي، تكبسوا على زر الاشعارات ليصلكم نوتيفيكيشن بحال وقت انا نزلت في فيديو، وانا بشوفكم بفيديو جديد. Bye!